السلام عليكم ورحمة الله، طلبة وطلبات الصف التاسع، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الجغرافيا، وهو بعنوان مظاهر سطح قارة أفريقيا. يعني إيه مظاهر السطح؟ يعني التضاريس. يعني التضاريس بتاعة قارة أفريقيا، أو التضاريس بصفة عامة، يعني المرتفعات والمنخفضات على سطح الأرض. أما نيجي نتكلم عن التضاريس بتاعة قارة أفريقيا، بنتكلم أولا عن الهضاب. طب الهضاب ديت اللي هي إيه؟ عندي هضبة أفريقيا الشمالية معايا على الخريطة كده، هضبة أفريقيا الشمالية التي تمتد من الغرب إلى الشرق، من المحيط الأطلسي غربا إلى البحر الأحمر شرقا. طيب الهضبة دي بيقع عليها دول كثيرة، وبتبقى فيها تقوم الصحراء الكبرى، والهضبة دي ارتفاعها حوالي 700 متر فوق مستوى سطح البحر، وهي أكثر هضاب أفريقيا اتساعا وأقلها ارتفاعا. طب هضبة أفريقيا الشمالية امتدادها من الشمال البحر المتوسط، ومن الجنوب الهضبة الاستوائية أو الحزام الصحراوي اللي هو الصحراء الكبرى أو دول وسط أفريقيا في الجنوب. يبقى عرفنا كده الامتداد بتاع هضبة أفريقيا الشمالية. بيتخللها العديد من الظواهر الجغرافية، مثل الواحات والمنخفضات، مثل واحد الكفرة وجغبوب، وواحد الواحد الخارجة والداخلة، وبيوجد فيها العديد من الظاهرات الجغرافية، مثل الأنهار بيجري فيها نهر النيل الذي ينبع من الجنوب إلى الشمال، وبيوجد فيها بعض الظواهر الجغرافية مثل جبال أطلس وهضبة الشطوط. دي الحاجات الظواهر الجغرافية اللي موجودة على الهضبة الشمالية. طب الهضبة، هضبة الحبشة اللي هي بتقع في شرق أفريقيا، الهضبة دي أكبر أعلى هضاب قارة أفريقيا، تميز بها الوديان العميقة والقمم المرتفعة، هضبة الحبشة، وينبع منها نهر النيل الأزرق. نهر النيل الأزرق اللي هو المنبع الموسمي لنهر النيل، اللي بيوجد فيه منابع نهر النيل الأزرق اللي بينحدر نحو مصر، اللي هو دولة المصب. طيب هضبة الحبشة انحدارها ايه؟ انحدارها بتنحدر بشدة نحو الشرق، وتدريجيا نحو الشمال والغرب. ده الانحدار بتاع هضبة الحبشة اللي هي اثيوبيا. وقلنا ان هي بارتفاعها اكثر ارتفاعا من الهضاب اللي موجوده في قاره افريقيا، كلها، اذ يبلغ ارتفاعها 2400 متر فوق مستوى سطح البحر. وبيوجد بها برضك العديد من الوديان والمنحدرات والمنخفضات. دي هضبة اثيوبيا، هي اعلى هضاب القارة. عندي الهضبة الجنوبية اللي هي في جنوب قارة افريقيا، اللي هي بعد بتمتد من درجة 10 درجة جنوب خط الاستواء، جنوب خط الاستواء الى جنوب القارة. ده الامتداد بتاع الهضبة الجنوبية، ويوجد بها عدة مظاهر جغرافية، زي بيجري فيها انهار مثل نهر الكونغو ونهر الزمبيزي اللي بينبع من الهضبة الشمالية ويصب في المحيط الهندي. وارتفاعها، ارتفاع الهضبة الجنوبية حوالي 1500 متر فوق مستوى سطح البحر. طيب عندي بعد كده الهضبة البحيرات الاستوائية اللي بتقع في شرق القارة، شرق قارة أفريقيا، وبينبع منها النهر النيل الأبيض اللي هو الفرع فروع نهر النيل، اللي بتغذي نهر النيل من المياه، وده يعتبر منبع دائم لنهر النيل في هضبة البحيرات الاستوائية. كما يوجد فيها بحيرة فيكتوريا وبعض القمم المرتفعة مثل جبل كيلمنجارو اللي موجود في هضبة البحيرات الاستوائية. يبقى كده احنا خدنا الهضاب اللي موجودة في قارة افريقيا. هناخد بقى الجبال اللي موجودة في قارة افريقيا. عندي جبال اقصى شمال غرب القارة اللي هي جبال اطلس. جبال اطلس دي بتمتد في ثلاث دول، المغرب وتونس والجزائر، وبتنقسم الى قسمين، جبال اطلس البحرية واطلس الصحراء. عشان اطلس الصحراء متعمقة في الصحراء، بيوجد بينها هضبة اسمها هضبة الشطوط، واتسمت هضبة الشطوط بسبب انها قصرة البحيرات المالحة على سطحها. جبال أطلس وجبال أطلس البحرية أو وأطلس إيه أطلس أطلس الصحراء. كما توجد جبال شرق القارة اللي هي جبال البحر الأحمر، بتمتد من الشمال إلى الجنوب، ويوجد بها بعض الأودية مثل وادي العلاقي ووادي كريم ووادي شكير وبعض الأودية الأخرى. وهناك برضه جبال زي جبل، احنا قلنا جبال أطلس وجبال شرق القارة وجبال وسط القارة اللي هي جبال وسط القارة اللي هي كردفان ودارفور والأحجار اللي هي موجودة بتمتد في وسط قارة أفريقيا.
طيب هنتكلم برضك عن الجبال جنوب القارة. جبال جنوب القارة بتتمثل في المنطقة الجنوبية اللي انت شايفينها دي على الخريطة، وبتسمى بجبال القارو. جبال القارو في الجنوب، ويوجد في أقصى جنوب شرق قارة أفريقيا في المكان ده كده جبال اسمها من أشهر جبال القارة، اللي هو في أقصى جنوب شرق القارة، جبال دراكنزبرج. وأعلى قمة فيها اللي هي قمة نتال موجودة في جبال دراكنزبرج. كده احنا خلصنا الجبال، هنتكلم بقى عن السهول. السهول بتنقسم الى في القاره الافريقيه الى 3 انواع: سهول ساحليه اللي هي ممتده حوالين البحار والمحيطات بتاعه القاره افريقيا، وسهول فيضيه اللي هي بتبقى بجانب الانهار ودلتوات الانهار، اللي هي في نهايه اي نهر بيبقى فيه الدلتا، اللي هي الاراضي الفيضيه. طيب وسهول صحراوية اللي هي عبارة عن رمال والحصى. قارة أفريقيا بيوجد فيها السهول، وقلنا قبل كده في الخصائص الجغرافية أن السهول الساحلية بتتميز بـ أو الخاصية بتاعتها اللي هي بتتميز بالضيق. ضيق السهول الساحلية في قارة أفريقيا بسبب أن هي اقتراب الحافات الجبلية من الساحل الأفريقي، ما عدا في بعض الأجزاء في قارة أفريقيا مثل الساحل موريتانيا وبعض السواحل اللي هي ساحل السنغال، وسواحل في بعض السواحل الأخرى اللي هي متسعة. طبعا اتساع السواحل بسبب ايه؟ بسبب بعد الحافات الجبلية عن الساحل الافريقي. هنتكلم بعد كده السهول الفيضية. السهول الفيضية اللي هي كونتها الانهار عن طريق عمليات النحت والنقل والارساب، والسهول دي بتبقى اكبر دلتوات الانهار الموجودة في قارة افريقيا دلتا نهر النيجر، يليها على طول في المساحة دلتا نهر النيل. طيب هنتكلم عن انهار افريقيا. اي نهر بيبقى ليه منبع وليه مصب. عندي اكبر انهار افريقيا اللي هو نهر النيل اللي بينبع من الجنوب الى الشمال من هضبة الحبشة وهضبة البحيرات الاستوائية لمسافة 6700 كيلومتر، بينحدر من الجنوب الى الشمال ويصب في البحر المتوسط، وله عدة فروع زي فروع اللي هي فروع اللي قول اتكلمنا عنها، الفرع اللي هو النيل الأبيض والنيل الأزرق. النيل الأبيض بينبع من الهضبة الحبشة، والنيل الأبيض بينبع من هضبة النيل الأزرق بينبع من هضبة الحبشة، والنيل الأبيض بينبع من هضبة البحيرات الاستوائية. كما هناك أيضا ده أطول أنهار العالم وأطول أنهار قارة أفريقيا هو نهر النيل، يليه في الطول نهر الكونغو اللي هو بيجري من الشمال إلى الجنوب ويصب في المحيط الأطلسي. كما يوجد أيضا في من أنهار أفريقيا نهر النيجر. نهر النيجر الذي ينحدر من مرتفعات فوتا جالون في المكان ده كده على الخريطة، من مرتفعات فوتا جالون ويصب في خليج غانا. طيب ونهر الزمبيزي ينحدر من الهضبة أفريقيا الشمالية ويصب في المحيط الهندي، هو نهر اسمه نهر لومبوبو. وهناك أيضا أنهار بتصب في المحيط الأطلسي وهو نهر الأورنج. نهر الأورنج هنكتب سؤال سين، اكتب مذكرات جغرافية عن هضاب قارة افريقيا. كده يبقى الدرس بتاعنا خلص، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.